دراري صحابي كانوا كدابه، خليها ما ديرش كوبي، خلي با فرنش مونتانا حتى هو دابا ولا تحط درابو ماروكان، خدام معاهم كاملين اكسكلوزيفيتي. وانا تعجبني الحب وماشي مشكل، واخا نلقى بوحدي في الليل نهز راسي كاين نجمه تضويني، نتبعها ونوصل بيني ديك دونك اتون تي مو بابور تي مو باتو سون تون امور جو بروندري با لا مير. توصل توصل. تكلمني على اغنيتك الجديده زهري. زهري اول اغنيه عندي سولو، هذه عامين مشيت فاكونس قلت صافي نستريح شويه، ووجدت اغاني وجدت اغاني واحد جوج البومات، وقلت اجي دابا الوقت المزيان باش كنخرج اغنيه، وقلت اجي يلاه البوبليك باغي اغاني بالدارجه من توسن. انا تنغني بالطاليانيه تنغني بالفرنسي، مره تنحط كلمه بالسبانيونيه بالانجلي، كنت نشوف في لي كومونتير في لي ميساج ديما تيسولوني تيقول لي بغينا شي حاجه 100% بالدارجه. اي سيتي البو مومون، سيتي البو مومون، مشينا للاستوديو كتبنا 100% بالدارجه. سي سورتي دون اون بيريود اسي اون فادير كومبليكي ميدياتيكمون، اي ات فيلت رايت كيما تيقولوا الامريكانيين. علاش الناس حسوا بالكلمات، فهمتي؟ هي تنهضروا على زهري وعلى على ليسبوار اللي نقدروا يكون عندنا في هذا العالم. قلنا يلا صافي، حسيناها في الاستوديو راه تقدر تقيس القلب ديال البوبليك، ونخرجناها ديريكت. قلنا صافي لا شونسون دو روتور. واش هاد الاغنيه عندها علاقه بتجربه شخصيه عشتيها؟ الصراحه ما تنكتبش بزاف ديال الاغاني للناس، تيجيو الناس بعض المرات في الزنقه ولا تصيفطوا لي ميساجات تقول واه هذيك الاغنيه هذيك كتبتيها هذه ليا انا، تقول ما تنعرفكش، كتبتي انا تنجي نكتب عليك حتى اغنيه. كوم جيدي انا كان عامين ما خرجت حتى اغنيه، كان عندي شي مشاكل، كان عندي شي قصص اكسيتيرا، وكيما قلت لك كنا في الاستوديو بغينا قلنا صافي يلاه نخرجوا شي اغنيه جديده، وفي نفس الوقت كانوا فهمتي هذيك القصص داكشي اللي كان طاري اللي باقي طاري دابا في فلسطين، وبغيت نعبر على شي سونتيمون ديال ليسبوار ديالي انا بيرسونيلمون ارتيست اللي راجع وباغي فهمتي لو سوكسي، وقلت سي سا بو توشي لو بوبليك والناس سا سي بونوس سا سي بيان. الاغنيه كتكلم على الزهر، واش انت مع ولا ضد الناس اللي كيقولوا ما عنديش الزهر؟ ما تنقول لا عندي زهر لا والو، تنامن با الا بغيتي شي حاجه خصك تنوض ليها، فهمتي؟ الا بغيتي تنجح في شي دومين، الا بغيتي لو سوكسي، ما تقدرش تفيق تقول لا شونس الزهر كاين ولا ما كاينش. ايفيدامون كاين ديما شي بورسونتاج تقدر يعاونك فيه، ولكن تنظن 90% ديال لو سوكسي هي الخدمه ديالك، فهمتي؟ و 10% هو الزهر. علاش غبرتي هاد العامين مع انك كنتي في اوج النجاح ديالك؟ بغيت نفكر شويه، اش بغيت نكون كانسان. ساليت قرايتي، مشيت فواياجيت، درت دي فواياج، كتبت اغاني جداد، و سا ما بخي دو طون. يلا نسالي القرايه، نوجد، حليت انا شريكتي، درت اللابيل ديالي، يعني بغيت نارونجي تو سكي ديغيغ لارتيستيك، ونرجع ان بو بلو ماتور. تكلم لينا على النيو لوك ديالك. هذا اللوك سميتو الشعر، سميتو الشعر. ما دابا هذه اول مره نقولها في كاميرا. دراري صحابي كانوا كدابه، كذبوا عليا، قالوا لي جات معاك تصليعه، وبقيت انا دائما كخان غازي واحد 7 سنين. حتى واحد النهار شفت راسي بالشعر قلت ناري كدابه، هذا سي با سم فا با، قلت صافي دابا نبدا نربي شعري. و سي تري مارون، علاش دابا ملي تنكون في الزنقه بزاف ديال الناس كاع ما تي احساس زوين،
تقولي تدير ها تقول انت وداك اللي غنيتي. كانوا صحابو واش صلع ما عنديش واش مضيع شعري واش مريض. تقول لهم لا والو غير كنت تنفيق الصباح باق 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 تنحيي داك الشيء كامل. و جو بونس سا مفا ميو يا ان بو ديروا في الكومونتير اش عجبكم. شنو رايك في النجاح اللي حققوه زملائك في الوسط الفني هاد العامين؟ النجاح ديال لي زارتيست ماروكان هاد عامين سي انكرويابل. يعني ان طون ك كيف تنقول غير متصنت تتقال مستمع خليها ما ديرش كوبي خليها ان طون ك ان طون ك متصنت. يعني جو فوا كيفاش لي زارتيست ماروكان هنا في المغرب ou les Maghrébins en général en Europe ou le العالم ont de l'impact, عندهم un impact كبير في l'industrie. اليامسي كان عنده يد كبير عالمي, كوزان يد كبير عالمي, توتو دائما يد في المغرب في اوروبا بزاف ديال المغاربه حتى هما تيديروا دي فيتشرينغ تينجحوا بزاف. تكلمتي لينا على نجاح فنانين مغاربه في اوروبا اللي من ضمنهم انت طبعا, شنو هو السر في نظرك؟ انا من ديال الله بديت الكارير ديالي هذه 5 سنين 6 سنين كنت كانوا في اوروبا تيشوفوني بيزارمون علاش نجي. واول البوم ديالي سميتو الورده, يعني جيت وكتبت بالعربيه ما كانش شي حاجه تدار بزاف تما. ثاني واحد جيت سميتو الموجه, يعني تنكتب بالعربيه وتنغني, غنيت في صافي سالينا, غنيت في حبيب, يعني تري تري رابيدمون جيت انايا وبديت نغني لهم بالدارجه ولا بالعربيه, تندير فيديوهات هنا في المغرب. وهذه 5 سنين ما كانتش على مود, ما كانتش كول مش نجي ونغني بحال هكا ونكونوا فخورين بنوزوريجين. يعني ملي تنشوف دابا راه ديستينكت هو نيميرو 1, مراد في اسبانيا, غالي في واخا ماشي مغربي ولا تونسي ولكن سلام يمشو في ميريكان بزاف ديال المغاربه, فرنش مونتانا حتى هو دابا ولا تحط درابو ماروكان. Moi, ça me fait plaisir en tant que Marocain de voir ça. Je me suis pris à Bouhdi. Bzaf ديال الناس دابا ولاو فخورين ولاو تيوريو الرايه ديالهم و فيس فيرسا تيبان لك راه لاندستري تاع هي ال ريسبكت ان بو بلوس ولاو تيقولوا المغاربه راه دونجور. شكون الفنان اللي تبغي تعمل معاه مستقبلا؟ كاين واحد لارتيست هو ماشي مشهور بزاف سميتو يزيد. يزيد تعجبني بزاف, إلي با كنت نقولو نيو كومر فهمتي, باقي ولا تعجبني سنور بار إكزومبل. سنور تا هو أرتيست كو جيكوت بوكو. تاني تا هو تعجبني بزاف مكتبش عليك الصراحة. مكاينش شي بروجي خدام عليه دابا مع شي واحد؟ خدام معاهم كاملين إكسكلوزيفيتي. شنو كتوجد حاليا؟ دابا حنا أون سو مومون ميم كاع أون كليب prépare la prochaine chanson Sokkar. Je pense vraiment le style Tawsen à la perfection, yani les mélodies ديال en tout cas ملي الناس تيتصنتو الاغنيه ما تيقولوا حتى واحد تقدر يدير بحالك فهمتي, يعني ميلوديكمون تقول و ان بون ميلونج بين الفرنسي وبالعربيه و لا بتيت توش كي في بليزير و تنتمنى الناس تعجبهم ونوجدوا الصيف. بغيت انا ندوز الصيف انا في المغرب. مع من تعاملتي في هذه الاغنيه؟ مع دراري صحاب ليكيب ديال دو باز ديال واحد الدري سميتو ديرتيكيز ودري صاحبي سميتو فاب من بلجيكا. كتبتها وقيلا هذه عام ونص كما قلت لك قبيله, هذه عام ونص درت الضحك. السكر والنعناع فوالا هذا هو الموضوع ديالها. الى انا كنت النعناع انت هي السكر, يعني اغنيه ديال الحب وانا تعجبني الحب. وغادي نخرجوها في ديك الوقيته ديال سان فالونتين كادو. شكون هي السكر في حياه طوسن؟ اتعرف راسها سي بابا واحد باغي يدير البوز ما كومونتيرات يقولوا.